لكم في هذا اليوم المبارك وطبتم وطاب ممشاكم، ونحيل كلمة مباركة. نريد أن نقلل من هذه السلوكات من خلال الخطاب الديني. هذه الحملة ليست فقط في العاصمة، ليست في هذا المكان، ولكنها على مستوى وطني. كل الأئمة سيشاركون إن شاء الله في التحذير من هذه الآفة، آفة العنف المروري، يؤسفنا ونحن نجلس على مائدة الإفطار ولكن يفاجئنا خبر انقلاب أو اصطدام حافلات في الطرق الجزائرية ويكون فيها قتلى. في بعض الأحيان يعني فعلت فينا الطرق ما لم يفعله فيروس كورونا في بلادنا. تقريبا 3000 قتيل سنويا، عشرات الآلاف من الجرحى اللي كثير منهم يعني تكون عندهم إعاقة دائمة، وكذلك يعني تقريبا 100 مليار دينار جزائري سنويا. هذه هي حصيلة العنف المروري في الجزائر.